بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 89. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين. فأهلا وسهلا بالشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من ليبيا طرابلس تادورة. باعث الرسالة مستمع من هناك هو أحمد حامد علي. الأخ أحمد عرضنا سؤالا له في حلقة المضت، وفي هذه الحلقة يسأل فضيلتكم سؤالا مطولا بعض الشيء عن بيع العملات الأجنبية مع التفاصيل. فاضل، ما هو رأيكم فيه؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بيع العملات بعضها ببعض هذا يسمى بالصرف، أي تحويل عملة إلى عملة أخرى. فإن كانت هذه العملات من جنس واحد كالعملة السعودية بعملة سعودية، أو الدولار الأمريكي بدولار أمريكي، أو الجنيه الإنجليزي بجنيه إنجليزي، اتحد الجنس بين هذه العملات فلا بد من أمرين. الأمر الأول التساوي في المقدار فلا يكون بينها تفاضل، والأمر الثاني التقابض في المبلغ. فإن اختل شرط من هذين الشرطين صار ذلك من الربا المحرم. فإن كان فيها تفاضل كان ربا فضل، وإن كان فيها نسيئة مع التساوي فهذا ربا نسيئة، يعني إن كان فيها تأجيل مع التساوي فهذا ربا نسيئة. أما إذا اختلف جنس العملات بأن بيعت العملة الأمريكية بعملة سعودية أو العكس فإنه يشترط فيها شرط الواحد وهو التقابل في المجلس، ويجوز التفاضل. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. اتضح لنا من ذلك أن بيع العملات بعضها ببعض يشترط فيه التقابل مطلقا سواء اتحد الجنس أو اختلف، وأما التفاضل فإنما يحرم مع اتحاد الجنس ويجوز مع اختلاف الجنس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا اشتريت بضاعة السلعة فيها مثلا بدينار فأردت أن أبيعها بدينارين، فهل يجوز ذلك أم هو من الربا؟ علما بأن البعض يقول إذا زاد الربح عن 25% فهو حرام وربا، والبعض الآخر يقول إذا زاد الربح عن الثلث فهو ربا، والبعض يقول لا ربح أكثر من النصف، وغيرهم يقول إذا زاد الربح عن المثل بالثمن فهو ربا. أرجو منكم يا فضيلة الشيخ أن توضحوا لنا هذا الأمر ومقدار الربح الشرعي، جزاكم الله خيرا. كل هذه الأقوال لا أصل لها، والربح لا يتحمل بحد معين، وإنما يرجع ذلك إلى السوق. فإذا كان كثرة الربح نظرا لارتفاع السعر في الأسواق، وانخفاض الربح نظرا لرخص السعر في الأسواق، فهذا لا بأس به. فالربح إنما يتبع السوق زيادة ونقصانا، ولا حد له محدد، ليس بالربح حد محدد، إلا أنه يحرم الغش والتغرير، ويحرم أيضا تدليس العيوب في السلع وبيعها بيع الغالي وهي لا تساوي إلا قليلا من باب التغرير للمشتري. فالغش والتغرير هذا محرم. أما إذا كانت زيادة السعر ناتجة لسعر السوق زيادة ونقصانا فهذا لا بأس به، إن الله سبحانه وتعالى هو المسعر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بالربح حد محدود إلا ما كان من الظلم فهو حرام. إذا كان فيه تغرير للمشتري أو غير ذلك من أنواع الغرر فإن هذا حرام. أما إذا كان الزيادة والنقص نظرا لارتفاع السعر في السوق وانخفاضه فهذا لا بأس به ولا يحد بحد محدود. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من أحد الأخوة المستمعين يقول: أنا مستمع سوداني المقيم في المنطقة الشرقية إدريس علي سعد، أسأل عن السهو في متابعة الإمام إذا ركعت قبل أن يركع، هل علي سجود؟
يلبسه جزاكم الله خيرا. نعم، تكفي للسؤال الأول. وكذلك إذا كان ارتفاع السعر نظرا للتأجيل، يعني زيادة في السعر من أجل الأجل، لأن بيع الحاضر ليس تبع المؤجل، فهذا أيضا لا بأس به. أما ما ذكره السائل من أنه إذا سهى مع الإمام فإن ركع قبله سهوا أو سجد قبله سهوا ثم عاد وتابعه، فهذا ليس عليه سجود سهو، فتحمله الإمام، ليس عليه سجود سهو. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من مستمع رمز إلى اسمه بالحروف سين ألف ميم من جدة. أخونا يقول عن نفسه: تزوجت من امرأة صالحة تحافظ على الصلاة والصوم والعبادة عند بداية زواجنا، أما أنا فكنت عاصٍ لا أصلي ولا أصوم ولا أعلم شيئا عن الدين الإسلامي إلا قليل، وحتى أنني كنت في عيشتي مع زوجتي كثير المشاكل، وكنت سريع الغضب ولم أستطع التحكم والسيطرة على نفسي عندما يحدث بيننا أصغر المشاكل، وبناء عليه كان لساني سريعا وكنت أنطق عليها بيمين الطلاق وجها لوجه عندما كان يصبح بيننا أدنى مشكلة وأدنى نزاع، وبناء عليه لفظت هذه العبارة وهي اليمين بالطلاق عليها أكثر من مرة عندما تأتي إلينا مشكلة، وأتسرع وأغضب وأنطق هذا اللفظ. وفي كل هذا النطق باليمين كان تدخل الأهل والجيران ويصطحبونني إلى أحد المشايخ لرد اليمين. وعندما حضرت إلى السعودية فقد عرفت الكثير عن الحياة الزوجية والمعاشرة بالحسنى، وعندما اهتديت إلى الصلاة وهداني الله وابتديت أعرف الطريق إلى الله وإلى النور والهدى، ندمت على كل ما فاتني، وندمت ندما شديدا على ما كان يحدث مني، وندمت على حلفان اليمين على زوجتي، علما بأنه في كل نطق عليها بهذا اليمين كانت لا تترك البيت وكانت تستمر معاشرتي الزوجية لها. فاستودعكم الله، كيف أفعل وخاصة إذا عدت إلى زوجتي وأولادي، وكيف يكون حال معيشتي معها حتى أنال رضا الله سبحانه وتعالى ومغفرته ورحمته؟ جزاكم الله خيرا. أما من ناحية التزوج فيترك الصلاة متعمدا لمسلمة تصلي، فهذا الزواج غير صحيح ويجب أن يعاد العقد. إذا تاب هذا الذي يترك الصلاة وحافظ على الصلاة يجب أن يعاد العقد من جديد، ولكن نظرا لأنك طلقت أكثر من مرة وتكرر منك الطلاق فهذه مسألة تحتاج إلى نظر. فالواجب عليه أن تأتي شخصيا إلى رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في الرياض، تحضر شخصيا وتحضر معك زوجتك عند سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وينظر في الموضوع إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى برنامج من سراس عبيدة، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات. تقول المرسلة: نون نون عين، أختنا تقول: نظرت على نفسي أنني إن أصبحت معلمة فسوف أحفظ القرآن كاملا، وقد قلتها وأنا لا أعلم بما تحتويه هذه الكلمة وكنت متساهلة بها، وعندما دخلت المعهد والآن والحمد لله أصبحت معلمة تذكرت نذري وعرفت أنني لا أستطيع ذلك لأنني حفظت جزءا ثم نسيت معظم الصور، وذاكرتي ضعيفة ولا بد من المراجعة يوميا أو أسبوعيا على الأكثر، وضاق وقتي علما بأنني أعلم بأن من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولكنني لم أستطع وسأحاول حفظ بعض الصور وبعض الأجزاء. وسؤالي الآن: ماذا أعمل؟ هل أصوم أياما أم أتصدق؟ علما بأنني أستطيع ذلك أرشدوني إلى عمل غير للحفظ وأستطيع أن أقوم به؟ جزاكم الله خيرا. حفظ القرآن الكريم عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى، وكما ذكرت السائلة كما جاء في الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فيجب عليك الوفاء بهذا النذر وهو محاولة حفظ القرآن الكريم، وفي ذلك خير لك إن شاء الله. فحاولي، عليك بالمحاولة، محاولة حفظ القرآن، واستعيني بالله عز وجل، ورتبي وقتك مع الحفظ ولو أن تحفظه كل يوم قدرا يسيرا، فإنه مع المواصلة ومع المتابعة والمداومة فبإذن الله ستحصلين على حفظ القرآن الكريم بإعانة الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر ليس بالمعجز أو المستحيل، وإنما هو شيء ميسور، ولكن الشأن في التوجه والإقبال وصدق النية. والله تعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فعليك بحفظ القرآن ولو كان فيه عليك شيء من المشقة، ولكنه مع المرار والترتيب ستزول هذه المشقة إن شاء الله.
الله. جزاكم الله خيرا. إذا لا بد من الحفظ وليس هناك شيء آخر. لا بد من الحفظ لأنه ميسور ليس بمستحيل. ما شاء الله. جزاكم الله خيرا. انتقل إلى قضية أخرى فتقول فيها: ما حكم لف الشعر خلف الرأس كهيئة كرة صغيرة وذلك لحفظ الشعر من التقصف والمحافظة على لونه ولمعانه من الهواء، علما بأنني أتركه مستلا عندما أخرج خارج المنزل حتى لا يجعل الرأس كبيرة، ولا أعمله إلا أمام النساء فقط أو داخل المدرسة. وجهوني جزاكم الله خيرا. دعيه مستلا دائما ولا تجعليه على هيئة الكرة حتى ولا في البيت أو أمام النساء، لأن هذا يسبب اقتداء النساء بك، فاجعليه أصلحيه وسرحيه واجعليه مستلا لا مجموعا، لأنك إذا جمعتي حتى ولو كان هذا في البيت فإنه يكون سبب لاقتداء بناتك بك ولاقتداء النساء بك، ويتخذن هذا حجة لهن أو يتساهلن فيه. ولا سيما وأنها معلمة شفالة، ولا سيما أنها معلمة أو أم بنات أيضا أو يستمع إليها من نساء الجيران تكون قدوة لغيرها. جزاكم الله خيرا. أخيرا تسأل أختنا: ما رأيكم في من يدفع مبلغا محددا لمقصف المدرسة من الريالات، وبعد أن ينتهي العام الدراسي يرد هذا المبلغ لمن دفعه بزيادة عليه بمبلغ آخر من الربح الذي حصل عليه، هل يعتبر من الربا المبلغ الزائد عن ذلك من المبلغ المدفوع أم أنه زائد، علما بأن هذا منتشر؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان هذا الربح نتيجة تحصيل من المقصف سبب بيع المحتويات على من طعام وشاي وغير ذلك، إذا كان هذا الربح بسبب البيع فإنه حلال لا بأس به، إنما يحرم إذا كان الربح بدون عمل وبدون بيع وشراء، لأن تدفع نقودا ثم بعد ذلك يردها عليك بزيادة، إن هذا يكون من القرض، زيادة في القرض، هذا ربا صريح. أما إذا دفعت مالا في مقصف أو في شركة تعاملت بالمباح وحصلت على ربح فهذا الربح حلال لأنه نتيجة بيع وشراء. جزاكم الله خيرا. يبدو أنه بقي لها أسئلة أخرى فتقول في هذا السؤال: هل صحيح أن وضع أحمر الشفاه في نهار رمضان يبطل الصيام؟ وإذا كان صحيحا فماذا أفعل، علما بأنني كنت أضعه وأنا صائمة ولا أعلم بذلك، وحتى عندما قضيت الصيام وصمت ستا من شوال كنت أضع أحمر الشفاه، فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس بذلك، وضع شيء على الشفاه من الأدهان أو الأشياء التجميلية ولا يضر هذا على الصيام إن شاء الله. إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. تقول عن نفسي: أنا أعلم بأن مسح الرأس عند الوضوء يكون مرتين، من بداية الرأس إلى مؤخرته ذهابا ثم رجوعا من المؤخرة وحتى النافية، ولكنني بسبب أنه عندما أعود من الوضوء إلى النافية يتغير اتجاه شعري، فأضطر إلى مسح الرأس مرتين من النافية وحتى المؤخرة ثم مرة أخرى من النافية وحتى المؤخرة، فهل هذا العمل صحيح؟ جزاكم الله خيرا. يكفي مسح الرأس مرة واحدة بأن تعلم شعر الرأس في مرة واحدة، ولا يلزم أن ترد اليدين إلى الناس مرة ثانية، إن حصل هذا فهو أحسن وإن لم يحصل فليس بواجب، لأن الأصل والواجب هو مسح الرأس مرة واحدة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين، يقول: أخوكم عبد الله ألف عبد الله من السودان، له قضية يقول فيها: أخبركم بأنني شاب أبلغ من العمر 23 عاما ومتزوج والحمد لله وملتزم بالشرع، ولكن زوجتي لا تقبل بلبس الحجاب قائلة إن والدتها هي التي قالت لها لا تلبس الحجاب، بماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. أوجهك بأنه يلزمك أن تلزم امرأتك بالحجاب، لأن هذا واجب شرعي وترك الحجاب معصية، ولا يجوز لك أن تتساهل في ترك هذا الواجب، وقولها إن أمها أمرتها بذلك هذا لا يجوز الطاعة فيه، قوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا تجوز طاعة المخلوق لا الوالد ولا غيره إذا أمر بمعصية، فترك الحجاب معصية لا يطاع فيه أحد بل يطاع الله سبحانه وتعالى، الواجب عليك أن تلزمها بالحجاب وأن تأخذ على يدها
ولكن كل ما كان ذلك طريق الحكمة والموعظة والإقناع فهو أحسن، وإن لم تنتظر فلا بد من إلزامها بذلك أو فراقها إذا أصرت على ذلك. جزاكم الله خيرا. أيضا له ملاحظات أخرى على زوجته هذه، يقول فيها شيخ صالح إنها أيضا تخطئ بعض الأخطاء وتفعل بعض الأعمال وربما تكون شركية، فإذا نصحتها قالت إن والدتها قالت افعل كذا، ثم إنها تخرج من البيت هكذا يقول عنها دون إذني، وقد سألتها إلى أين تذهب قالت إلى منزل والدتها الذي يبعد عنا 4 كيلومتر. ما هو رأي الشيخ صالح في هذه البيت؟ كذلك لا يجوز لها الخروج من بيت زوجها إلا بإذن، لأن طاعة زوجها واجبة عليها، لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذن، لا لزيارة أمها ولا غير ذلك. وأما أنها تعمل بعض المخالفات وتقول إن أمها كذلك، إن أمها أمرتها بذلك، فكما ذكرنا لا تجوز طاعة المخلوق في معصية الخالق، ولا سيما أنك ذكرت أنها تعمل أشياء من الشركيات، هذا خطر عظيم، هذا خطر عظيم. إذا كان هذا العمل الذي تعمله من الشرك الأكبر فهذا يخرج من الملة ويفسد العقيدة، وإن كان شركا أصغر فهو ينقص العقيدة وهو وسيلة من الشرك الأكبر. فالواجب أنه لا تجوز طاعة المخلوق في معصية الخالق. قال تعالى وصل الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إذا أمرتها أمها بالإشراك في الله فإنها لا تطيعها، كذلك إذا أمرتها بمعصية دون الإشراك فإنها لا تطيعها، لأن لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الجزائر، باعثها المستمع مصطفى بن أحمد الزواوي. الأخ مصطفى له 3 أسئلة. في سؤاله الأول يقول هل تصح صلاة الجمعة بالتيمم؟ تصح صلاة الجمعة بالتيمم لمن لا يقدر على الماء أو يعجز عن استعماله، إذا كان ليس عنده ماء فإنه يتيمم، أو عنده ماء ولكنه لا يقدر على استعماله لمرض أصابه أو لأن الماء قليل لا يكفي لحاجته والتطهر فإنه يتيمم ويصلي. لا أن يستبعد صيام صلاة الجمعة لا تقام إلا في القرى والمدن ومحلات الاستيطان الدائم، وهذه لا تخلو من المياه، اللهم إلا أن يكون هذا السائل فيه مرض ولا يستطيع الوضوء فإنه يتيمم. جزاكم الله خيرا. هل يجهر أو يسر المأمومون في التكبيرات في صلاة الجنازة؟ يسرون في صلاة الإمام يجهر. نعم. الإمام يجهر الذي أن يسمعه المأمومون، وأما المأمومون فإنهم يسرون التكبير. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤاله الأخير يقول هل تبطل الصلاة إذا ترتب سجود السهو القبلي فنسيه ولم يسجد؟ سجود السهو يجوز قبل السلام وبعد السلام، ولكن الأفضل أنه إذا كان عن نقص في الصلاة فالأفضل أن يكون قبل السلام، وإن كان عن زيادة في الصلاة فالأفضل أن يكون بعد السلام. فالمسألة مسألة أفضلية وليست مسألة وجوب، فيجوز أن يسجد قبل السلام مطلقة وأن يسجد بعد السلام مطلقة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محمد صدري مصري الجنسية يقول زوج أختي تارك للصلاة وهو متعلم ويعرف الصح والخطأ، وكلما نصحته يستهزئ بكلامي ويجادل بالباطل، فأخذت أقدم له أشرطة ومحاضرات دينية في الترغيب والترهيب، وقدمت له كتاب رياض الصالحين لكي يقرأ منه، وكذلك أزره، وكلما زرته وجدت على الكتاب كثيرا من التراب وهو موجود هنا، وجاءت زوجته وهي أختي زيارة له هنا بالمملكة، وهي والحمد لله محافظة على الصلوات الخمس وتقوم أيضا بإيقاظه لصلاة الفجر وتصلي، لكنه يسبها ويختمها إذا أيقظت، وعندما علمت بذلكم الحال بدأت أسأل عن هذا الموضوع، فتوجهت إليكم، وجهوني كيف أتصرف وكيف تتصرف أختي جزاكم الله خيرا، وكيف أتصرف حتى أكون سببا في إصلاحه وفقكم الله. جزاك الله خيرا على هذا الاهتمام بأمور الدين وشؤون أختك. إذا كان القصد أن هذا الرجل لا يصلي مع الجماعة وإنما يصلي في البيت فهذا تارك لواجب، ولكنه لا يؤثر ذلك على بقاء أختك معه، لأنه يعتبر عاصيا، ولكنه ما دام أنه يصلي ولو في البيت فإنه مسلم وبقاؤها معه لا بأس به. أما إذا كان القصد أنه لا يصلي أبدا لا في المسجد
ولا في البيت ويترك الصلاة متعمدا فهذا كافر، إن كان مع تركه للصلاة لا يعتقد وجوبها ويعتبرها أمرا ليس من الواجب وإنما هي عادات وتقاليد فهذا كافر بإجماع المسلمين، ولا يصح أن تبقى معه امرأة مسلمة، لقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك. فإذا كان يجحد وجوب الصلاة ولا يراها شيئا فنكاحه باطل، ولا يجب أن تبقى معه امرأة مسلمة، بل يجب أن يفرق بينهم. أما إذا كان يعتقد وجوب الصلاة ويقر بها وأنها ركن من أركان الإسلام ولكنه تركها تكاسلا وتهاونا فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه كافر أيضا، الكفر المخرج من الملة، لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، ولقوله تعالى عن أهل النار ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين، ولقوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، إلى غير ذلك من الأدلة. صحيح أنه وإن كان يقر بوجودها أنه كافر، وبناء عليه لا يجوز أن تبقى المسلمة في عصمة كافر، ولكن عليكم بمراجعة المحكمة الشرعية من أجل النظر في هذه المسألة، وإن قبل أنها تفتدي منه ويطلقها ولو لم تذهبوا إلى المحكمة فهذا شيء لا بد منه، اعرضوا عليها أن يطلقها ولو بعوض وتخليصها منه، فإن أبى فإنها تمتنع من تسليم نفسها له إلى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام.